كان عايز يصوب الكره اللي فاتت. لا يا جماعه، لاعب مهاري جدا، شوفوا كان عايز يصوب لكن يقع على الارض، واحمد سمير يكملها بقى. احمد حاطط رجله، واحمد سمير بالقدم اليسرى حاطط ايده نادر سعد فيها، لكن تخبط، لكن تمويها ما فيش احلى ولا اجمل من كده. وادي سمير والهدف الثاني